محافظة الإسكندرية فيها طقس غير مستقر واضطراب في حالة البحر، وده بسبب نوة غسيل البلح اللي بتشهدها المحافظة في النص الأول من شهر سبتمبر كل سنة. إزاي بيتم الاستعداد للنوة وإزاي بيتم التعامل مع تداعياتها؟ ده اللي هنعرفه من اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اللي معانا دلوقتي على التليفون. صباح الخير على حضرتك سيادة اللواء. صباح الخير أستاذة منى على حضرتك وعلى السادة المشاهدين، وصباح الخير من اسكندرية لأهالينا في مصر كلها. صباح الخير يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. النهارده ثالث أيام نوة غسيل البلح، النوة السنة دي أخبارها إيه والأمور ماشية إزاي في اسكندرية؟ والله الحمد لله الأمور كويسة. هو طبعا حضرتك المسميات دي يعني بدأت تتغير، يعني التغيرات المناخية بقت تأثر بشكل كبير جدا علينا. فعلا كان في توقعات من هيئه الارصاد ان احنا امبارح واول امبارح هيبقى في امطار خفيفه بنسبه 30%، وفعلا حصل بعض يعني الحاجات البسيطه قوي على الطريق الصحراوي في اتجاه العمريه، انما ما كانش فيه يعني حاجات زي ما تخيل كده نوه بمعنى النوه، يعني ما كانش الامطار كلها اللي جت امطار مسائيه وخفيفه لم تؤثر على اي حاجه في حركه السير او في الحركه اليوميه لاسكندريه بالكامل. يعني السيرات طبعا بتتم على القدم الوثاق للشتاء، بنستعد من بعد الشتاء السابق للشتاء اللي جاي بخطه كبيره قوي لتطهير الشنايش، تطهير المطابق، تطهير المحطات، رفع كفاءه السيارات، رفع كفاءه المعدات. وفي حاجه جميله السعيد احنا شغالين فيها برعايه دوله رئيس الوزراء اللي هو مشروع بتاع فصل مياه الامطار عن مياه الصرف الصحي، وده حضرتك مشروع كبير قوي بدا يمكن تنفيذ فعلي في ثلاث مشروعات فيه اعتبارا من بداية الشهر شهر 9، وبإذن الله كده يعني احنا نتمنى ان شاء الله ان احنا ننتهي بأكبر عدد من هذه المشروعات قبل النواة الثقيلة ان شاء الله. طيب سيادة اللواء، حضرتك قلت ان المسميات اختلفت، هل اسم النواة اختلف ولا لمجرد انه التغيرات المناخية أثرت شوية في شكل النواة فبقت أخف وبقت يعني موجة أمطار بسيطة؟ لا اقصد استاذ محمد احنا كان عندنا دايما كده في الاسكندريه هنا مسميات للنوايات وتوليداتها بتيجي حتى ساعات في النتائج اللي بتطلع من بعض الجهات بيطلع فيها النوت كذا من الى كان يعني اقول لحضرتك مثلا من كام سنه كده كانت غسيل البلح دي جت يوم 30/9، فالنهارده احنا بنتكلم في 6/7 كان في امطار. يعني مسماها ايه بقى نوت البلح؟ النوه اللي قبلها حضرتك شايف التغيرات المناخيه على مستوى العالم كله، من فترة كده كان في بعض السيول وبعض الأمطار في الجهات اللي جنبنا على طول، يعني في السودان كان في سيول على النيل الأزرق وده ما كانش بيحصل قبل كده. فبقول لحضرتك التغيرات المناخية دلوقتي بقت يعني عنيفة جدا فنتيجة نتيجة تغير ميعادها ما بقيناش عارفين دي نوة إيه. ما عادش المسمى ده إيه أو يعني إحنا حضرتك بيبقى دايما هيئة الأرصاد مشكورين بيبعتوا لنا قبلها بيبعتوا لنا التحذير وإحنا بنستعد لأي حاجة إن شاء الله، إحنا وكل الأجهزة في المحافظة طبعا. عظيم. احنا كنا متعودين لما بنقول نوة غسيل البلح متعودين انها بتبقى موجوده في الوقت اللي بيبقى فيه موسم البلح وموجود ومتوفر في الاسواق، ودلوقتي بنطلق عليها نفس الاسماء. يعني حضرتك بتقول ان احنا ما بقيناش ملتزمين بالمواعيد اللي احنا متعودين عليها، لكن الاسماء ما زلنا ملتزمين بيها ولا ابتدينا بقى نغير في الاسماء؟ ما بقول لحضرتك الاسماء دي يعني اسماء دي مكتسبه كده بالتاريخ وبال يعني الاهالي بيقولوها وبتتكرر يعني، انما انا بقول لحضرتك ممكن مثلا شهر 9 حصل مثلا يا امطار خفيفه يوم 6/7 تلاقي حضرتك يوم 15 في امطار ثاني ويوم 20 في امطار ثانيه. بقول لحضرتك عشان كده احنا ما بقيناش عارفين نقول نوة البلح ولا نوة اللي بعد البلح يعني. طيب سياده اللواء، هل كده بدا جدول النوات؟ برضه حضرتك انا بقول لحضرتك يعني احنا باكد لحضرتك ان في الحمد لله تتبع كامل من هيئه الارصاد الجويه ومشكورين بيبعتوا لنا لكل المحافظات كل يوم تقرير عن الارصاد بكره وبعده ولاسبوع كامل عشان نعمل حسابنا يعني. فحضرتك احنا ما يعني ما عادش حتى هم في الزملاء في هيئه الارصاد يعني برضه مصرين معانا ان احنا ما نقولش مسميات، يعني في توقع مفهوم تغير الاحوال الجويه اعملوا حسابكم بقى. لكن لسه النوة دي موجوده يعني يوم 15 و20 في امطار ولسه مش عارفين الامطار دي. لا حضرتك انا بقول ممكن يكون في كده. بقول لحضرتك لا انا لحد دلوقتي لسه ما بعتوش لينا حاجه يعني. بقول لحضرتك ممكن يجي خلال شهر 9 اللي احنا كنا بنقول غسيل البلح دي في اخر 9 حصل يوم 6/7، ممكن تلاقي الاسبوع الجاي فيه تاني، ممكن الاسبوع اللي بعده تلاقي فيه تالت، انما المسميات نفسها مش هتفرق معانا. احنا اهم حاجه نبقى احنا كلنا كاجهزه مستعدين طبقا لتوقعات هيئه الارصاد الجويه.
هيئة الأرصاد امبارح كانت بتتكلم سيادة اللواء إن ارتفاع الأمواج هيتراوح ما بين 2 لـ3 أمتار، وكانت بتحذر من النزول في بعض الشواطئ، بعض الشواطئ اللي كان قدامها مصدات أمواج. امبارح رفعت الراية الصفراء اللي هي مش شديدة الخطورة زي شاطئ أبو هيف، إسحاق حلمي، إناس حقي، ميامي العام والسرايا العام، دي كان امبارح متاح إن المصطافين يكونوا موجودين فيها. هل لو توسعنا في وجود المصدات المائية ده هيساعدنا أكتر في الفترات الجاية إن احنا نقدر نحمي الإسكندرية من النواة اللي بتتعرض ليها؟ أستاذة منى، الدولة عاملة شغل كويس جدا في حكاية حماية الشواطئ، ويمكن في إدارة حماية الشواطئ اللي تابعة لوزارة الري ما شاء الله عاملين مشاريع في الإسكندرية بمليارات، كل سنة شغالين يعملوا حماية للشاطئ. يمكن خدوا الجزء بتاع الجمرك والجزء بتاع قلعة قايتباي وكملوا جزء تاني عند المنطقة بتاعة نادي السيارات، وهم شغالين بصراحه بيعملوا مصدات جوه البحر على مسافه حوالي 40 متر من الشاطئ، فبالتالي دي بتكسر الموجه وبتخلي مفيش تاثير ليها جامد علينا على الشاطئ. يعني حضرتك يعني انا فعلا بنقول لحضرتك الدوله شغاله على قدم وساق في عدد اتجاهات في عشان يعني تحافظ على شواطئنا وتحافظ على اهالي اسكندريه. أكيد، كل الشكر ليك اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، شكرا جزيلا لحضرتك.